هما اتأثروا ازاي وهما بيتكلموا كان ايه النظام؟ هرد عليك على سؤالك. وحاجة تانية يعني سؤال تاني، حضرتك قلت في الأول خالص وإن شاء الله منبقاش نشوف المسيح الدجال يعني، فعايز أقول لحضرتك بعد الفيلم المفروض إن إحنا بنقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، بعد الفيلم اللي هو إحساس أياب يعني إحساس غريب جدا اللي هو عكس اللي المفروض يحصل. فاهم انا يعني بقى حاسه انه ايه ده، هو انا ممكن اكون بعمل حاجه غلط او ان انا مثلا يجيلي فكره ان انا لا انا عايزه اروح بقى واشوف المسيح الدجال، لا ونقعد بقى نعيش الفتره دي ونشوف قلوبنا بقى بجد، احساس التناقض ده احساس. هو بص اصل مش حصل لك لوحدك، ده مش حصل لك لوحدك، بس هو اداني انا بشكل شخصي، انا بقول لك انا بتكلم انا على بشكل شخصي. اذا كان ربنا قدر لاخر ايام الارض ان هو ممكن يدي باور او يدي، وده الهدف من الفيلم، ان انا طول ما قلبي قريب انا مش هخاف من اي فتنه، برغم انا بس عشان ما ادخلش الخطوط في بعض، ان لو كان دماغه ثلاث شرايح في الفيلم، ثلاث شرايح، ناس قرروا ايه؟ نستخبى في مكه او مدينه عشان مش هنخش المسيح الدجال. ناس قرروا ايه؟ لا ده هو الهنا اللي نزل على الارض والاكل والشرب والهبه، ماشي؟ واللي في النص قرر ايه؟ انا هقف قدام المسيح الدجال. فكره خدي بالك الاختيارين الاثنين او الاختيارات الثلاثه انت اللي بتختار، وده اللي احنا عايزينه للفيلم، اذا كنت اخترت او واحد او اثنين او ثلاثه. ده انا عايز اقوله ان هو بيديك مساحتين، بيديك مساحه حتى لو انت ظهر ليك المسيح الدجال فاطمن، بيدي نسبه من ان انت تطمن، بس خلي قلبك جنب قريب من ربنا، دي واحد. اثنين لو حسيت ان انت مش هتقدر تقف وتشوف، على فكره دي حاجه فظيعه، حاجه فظيعه يعني انا مش متخيل. إذا ما كنتش هتقدر فأنت عندك الفرصة إن أنت تروح تخش مكة أو من المدينة وتحتمي بيها، وخدوا بالكم فكرة الاحتماء ذكرت في قصة رهيبة في القرآن، وهم أصحاب الكهف اللي حصل فيهم استخبوا. يعني اللي أنا عايز أقوله شوف أنت اللي بتقرر، أنت اللي بتختار، أنت اللي بتشوف موقفك، وأنا ما بتكلمش كمان، هو إسقاط على وضع حالي، على وضع حالي احنا عايشين فيه، انت اللي بتختار يا اما تخش جوه الملعب وتشوف ايه اللي بيحصل، يا اما تخلي بالك قوي من قلبك عشان الفتره اللي احنا عايشينها دي صعبه قوي 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 في التخطي. الجزء الثاني من السؤال التسجيل او انا عايز اقول لك على حاجه بس مبدئيا كده، ليس ما حدث او كل الحمد لله رب العالمين، لان ردود الفعل اللي حصلت للناس ما حسوش تخيلوه مبدئيا كده. الفكره بقول لنفسي مش على الشطاره من الممثلين ولا اخراج ولا تاليف ولا اي حاجه، انت بتجتهدي عشان تطلعي اتقان بشكل، بس خدي بالك ان الفكره طالعه منين؟ طالعه من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفي انا بقول لك ده وحي نوح، حقيقه المعنى، حقيقه المعنى فيما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فبتوصل لك، انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ انا قلت في الاول ايه؟ مشكله ما يقدم باسم الدين. كيف يقدم؟ هذه مشكلتنا. لكن الدين نفسه بافكاره ما دي كنز للاعلام، قاعد اعلام هنا كنز رهيب جدا ممكن تطلع ايه، ممكن تطلع منها حديث مغزى الفيلم رهيب. من حوالي 3 سنين او اكثر في الفيلم كتير يعني، كنت دايما اسال الناس اللي معايا في الشغل يعني هل انت مبسوط او سعيد ان انت اتخلقت في الزمن ده؟ فكان بنسبه 90% الاجابات لا. لما سمعت فيلم اخر ايام الارض اول مره طبعا اتأثرت جدا يعني زي الناس كلها يعني، يمكن الموضوع فرق معايا جدا ذهنيا وبقت مسيطرة عليا الفكرة، فبقيت بسمعه مثلا في اليوم 10 مرات تمام؟ والله لا انا قعدت على الحال ده حوالي تقريبا اسبوعين يعني بسمعه فعلا من حوالي 7 ل10 مرات في اليوم يعني، ده لحد قد طب انا بسألك بسؤال شخصي، كل ما تسمعيه مرة هل ده اللي بيخليك واحد تسمعيه أكتر من مرة؟ اثنين هل كل مره لما تيجي تسمعيه هل بتكتشف حاجه جديده؟ بكتشف حاجه في احساسي انا ناحيه الكلام يعني اولا انا ثقه طبعا من الكلام، انا كنت اول مره اسمع حاجه لحضرتك اصلا يعني، ما كنتش اعرف اصلا حضرتك ولا اعرف مملكه الاعلام الخفيه مثلا ولا كنت اعرف الكلام ده، بعد كده عرفته. فكنت فعلا كل مره بحس جوايا انا حاجه غريبه يعني، انا بسمع الفيلم بكتشف حاجه، بكتشف كلمه اتقالت في الفيلم ما ركزتش فيها المره الاولى، لان انا من التاثر فكنت ممكن ابكي، فكان ممكن اوقف عشان خاطر مش قادره انفصل عن المشهد اللي كان مكتوب او اللي بيتقال فيه الاحساس. بعد ما قعدت فتره بسمعه كده جيت حصلت ظروف وما سمعتوش، فعلا حسيت ان في حاجه ناقصه، ولما سمعته تاني
مع الظروف اللي كانت بتحصل في البلد كمان حوالي تقريبا سنة ونص تقريبا، بدأت أشوف معنى تاني للفيلم واقع وإسقاط كده. يعني حضرتك دلوقتي بتنصحني احنا نسمع؟ لا هو مش من دلوقتي، من قبل كده يعني. أنا بقيت أسقطه فعلا على الواقع. يا جماعة انتوا بتتكلموا في إن هيبقى فيه فتنة أكبر من اللي احنا كده كله، هل انتوا مستعدين ليها ولا لا؟ فبدأت أبلور فكرة هل أنا سعيدة إن أنا اتخلق في الزمن ده ولا لا؟ لأن ربنا خلاني في الوقت ده في المكان ده، يبقى ربنا عالم بقدراتي. ممكن أكون أنا قد الاختبار، ممكن ما أكونش قد، بس دي حاجة يعني ربنا هو أعلم بيها، فأنا أسعى وأعمل أقصى حاجة عندي. لذلك لما حضرتك بتقول الجملة بتاعت أستاذ خالد صالح لما بيقول أنا مش هستنى المعجزة لما تحصل، الكلمة دي أنا شوية بقول حاجة سمعتها في الفيلم كذا مرة، لسه واخدة بالي منها حوالي تقريبا شهر بالظبط. إيه ده؟ أنا فعلا ده أنا لازم أشتغل سواء حصل أو ما حصلش، اتعمل أو ما اتعملش، أنا المفروض أشتغل، أنا المفروض أعمل. كنت شوية واخدة بالي رغم إنها سمعتها كتير جدا، بس كل مرة بحس فعلا حاجة. دي حسيتها أول فترة دي، لأن حسيت إن فعلا في ناس كتير ما بتشتغلش، ما بتشتغلش على نفسها، مش ما بتشتغلش في الواقع بتاعها، هو إحنا أصلا مش لاحقين نعمل حاجة. يعني نشتغل على نفسنا يعني نلحق أكتر حاجة نقدر نلحقها، وبعد كده نبقى نشتغل على الواقع. إن سمحت الظروف، إن سمح الواقع، إن سمحت الدنيا. فأنا فعلا شايفة إن الفيلم مش يعني كلام حضرتك دلوقتي إن أنت كنت دايما مش عايز تحيد عن محيط الأحاديث النبوية وكده، هو ده اللي مخلي الفيلم بيتطبق في أي وقت بشكل مختلف بأشكال مختلفة. مش عشان وده اللي أنا رديت عليها، قوته في انه نابع من وحي الرسول صلى الله عليه وسلم. هي دي اللي انا عايز اقوله. هو في حاجه يا خالد، والله كنت عايز اقولها لك. هو انا برضو كنت من 3 سنين قبل 5 سنين كنت حضرت لحضرتك كنا بنتكلم على الفيلم ده في مكتبه قلب. فبالنسبه لي كان الفيلم في وقته قوي، وايوه وقت الفتن واحنا في كده. ادينا اهو بعد 3 سنين انا ما بسمع، يعني بسمع عشان دلوقتي بحس لا ده وقت، ده هنا بقى ده وقته قوي وده يعني. بس دايما كانت بتستوقفني من هي نفس الشخصيه، ويمكن كل المدى بتخاف منها اكتر، والواحد خايف يكون هي الشخصيه، يكون هو الشخصيه دي، الشخصيه اللي كانت بتقول ان المسيح الدجال اكتر اتباعه من النساء، وهي الشخصيه اللي كان صوتها واضح جدا ان هي اكتر اتباعه من النساء، بس هي اول شخصيه وبعد كده صوتي ندبي قال خرجوني لإلهي، خرجونا لإلهنا. فالشخصية اللي هي كان عندها المعرفة، كان عندها المعلومة، وكانت هي كمان بتحذر منها، وهي بقى تخرجونا لإلهنا، وخدمت اللي هي ظابط فارس تقول لها لا ما تطلعيش. فهي ده الواحد خايف يقع في المطب ده. وهو مش لوحدك اللي خايفة من ده، والظروف اللي هي مش معرفة هي اللي أنا افتكرت أقول إيه، هما الاتنين مع بعض. الفكرة هو احنا نشتغل على ايه؟ يعني انا والله وكلامي هو فضفاضة اكتر ما هو اختيار لحد الحاجة. بقول لنفسي احنا نشتغل على ايه في الفترة الرهيبة دي؟ فبقول هو جواك الشتات اللي اسمها نسبة الشتات اللي احنا جوانا، والتداخل لافكار كتيرة وعمالة تخبط فينا، وشويه تسمعي معلومات شكل رهيب من الناحيه دي، وشويه تسمعي معلومات. طب وانا امتى احط ايدي على الصح؟ الاعتقاد الشخصي هو انت تعرف انت عايز ايه. يعني دايما بقول قبل ما تختار ايه اعرف انت عايز ايه. يعني هي دي الاختيار بالنسبه لي. بس الشغل بقى، ما هي دي بقى المهمه، الشغل بقى على 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 القلب في الفتره ديت عشان ينور. فلما هو في حد ذاته جهاز، هو رهيب. وده صعب، بس عايز اقول لك صعب وسهل زي الفكره اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ظهوره هقدر اقف قدامه ولا لا، مش عايز خايف لا يظهر. هي سهله وعن تجارب شخصيه مدى صدقك، لان انت عايز تقرب، انت عايز تقرب لرب العزه، فهتلاقي الفتح. مش عارف عايز اكمل على كلام كان في ايه في القران، يعني اللي هو الذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا. يعني لو قصر حاجه بتقالي اللي عايز الحق، اللي بيجاهد قوي دايما بتقول عشان يوصل للحقيقه. أيوة. ربنا اقصى. واقول لك على حاجه، مش المسلم بس اللي عايز الحق، اي حد عايز الحق. والله ودي جمله في الروايه. يعني احنا بنشكركم طبعا، كان نفسي نقعد معاكم فتره طويله، بس طبعا عشان ظروف الحظر ونورتونا والله. واللي ما سمعش الفيلم يسمع الحمد لله. طيب مش للدرجه دي. اللي حابب خالد يوقع له على الكتاب انا ب 10 جنيه غير حق الروايه.
شكرا.